باست بليس راح نشوف ونختار انا وياك مين بالنسبه لك اللقطه الافضل بهالاسبوع، بنشوف نحن وياكم باست بليس. إذا هيدول اللقطات الأجمل أيها بتختار؟ طبعا علي حيدر. تبع علي حيدر بغض النظر علي شو عمل، بس كبسة علي حيدر بعتقد كبسة جابرييل حلوة كمان بالترافيك. بس برجع بقول لك بس فرق الإمكانيات بالجيم، يعني كبسة علي حيدر ببيج جيم كل العالم أكثر، أنا مع كبسة علي حيدر.